هنبتدي النهارده فقرتنا فقره طب هاشتاج مع خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك واللي اعلن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور ان هو اللي هيكون المدير الفني لنادي الزمالك في الموسم اللي جاي بعد ما نجح طبعا ان هو يخرج من سلسله الهزائم المرتله اللي كان بيمر بيها الفريق في الفتره الاخيره قبل ما يتولى طبعا المهمه. قدر كمان ان هو يخلي الزمالك من فريق كان بنسبه كبيره جدا هيخرج من غير اي بطولات في الموسم ده لفريق طبعا بينافس دلوقتي او على بعد خطوه واحده بس من تحقيق لقب كاس مصر، البطوله طبعا المفضله لنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا دعم قرار نادي الزمالك باستمرار خالد جلال كمدير فني للزمالك في الموسم اللي جاي، لان هو هم شايفين يعني ان هو اللي هيخلي الفريق مستقر بشكل كبير، وان هو تغييره في الوقت الحالي مش هيكون مناسب للفريق ولا للعيبه واللي بداوا ان هم يتاقلموا على طريقه لعب خالد جلال. كمان بعض النجوم اشادوا بخالد جلال وكان رايهم ان هو من الافضل ان يفضل خالد جلال هو المدير الفني وهو يفضل يقود فني نادي الزمالك في الموسم القادم. تعالوا نشوف تعليقات نجوم الفن والرياضه الاول على استمرار قياده خالد جلال لنادي الزمالك في الموسم القادم، ونبتدي مع حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اللي قال يا ريت الناس تتكلم على خالد جلال كويس وتسيب جراس دلوقتي وبعد الكاس اعمل الهاشتاج اللي انت عايزه. كمان الفنان هاني شاكر كتب مبروك للزمالك هذا الفوز الكبير والاداء الرائع وهارد لك للاسماعيلي الكبير وجمهوره العظيم والذي اعلم جيدا ان هم اولاد عمومه مع الزمالك، ومبروك على زمالك خالد جلال هذا المدرب الساحر والرائع، وكل الشكر مرتضى منصور ومجلس ادارته على هذه الثقه في خالد جلال، قرار رائع لا ياخذه الا مرتضى منصور. كمان الفنان نبيل الحلفاوي قال الفرق الجوهري ما بين الجلالين إيهاب جلال يعني وخالد جلال، وسبب اختلاف النتيجتين إيهاب جلال كان يريد تغيير الواقع، هدم الموجود وبناء جديد، خالد جلال اشتغل على الواقع وتحسين الموجود. الأولى بتحتاج وقت ولم تكن لتظهر نتيجتها إلا الموسم القادم، الثانية نتيجتها فورية كما رأينا. كمان المعلق الرياضي بلال علام قال الصح بعد نهائي الكاس تعلن خالد جلال مدير فني، كده مهمته اتصعبت جدا قبل بدايتها، ربنا يكون في عونك يا خالد يا جلال، السكاكين اتسنت ليك بدري. نروح بقى لهاشتاج ادعم خالد جلال اللي عمله جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا بعد طبعا قرار تعيين خالد جلال مدير فني لنادي الزمالك في الموسم القادم، وصرف النظر عن التعاقد مع جراس. وهنبتدي مع كريم جمال اللي قال خالد جلال لازم ياخد فرصته كامله ويبني فريق جديد. كمان احمد حسن كتب مدرب محترم فاهم وفرق كتير او فرق كتير مع الزمالك في فتره صغيره وكفايه انه ابن الزمالك. وكمان سنوسي كتب كابتن خالد جلال هو انسب واحد في الفتره دي علشان هو مدرب واقعي وبيلعب المضمون على فكره نفس طريقه لعب حسام البدري، ودي اللي بتكسب مش الكوره المفتوحه. من نادي الزمالك ومديره الفني القادم او الحالي والمستمر معاهم في الموسم القادم خالد جلال، نروح بقى لفقره اخبارنا النهارده عن محمد صلاح. نبتدي مع صحيفه الديلي ستار الانجليزيه اللي كشفت عن الراتب اللي طلبه محمد صلاح نظير ان هو ينتقل لفريق ريال مدريد في الموسم اللي جاي، وهو 15 مليون يورو، وده طبعا اللي ضايق كريستيانو رونالدو على حسب ما قالت الصحيفه. كمان قالت الصحيفه في تقريرها ان ريال مدريد بيستعد ان هو يتعاقد مع محمد صلاح الموسم اللي جاي عشان يعوض رحيل جاريث بيل المحتمل عن الفريق. كمان صحيفة اكسبريس البريطانية نقلت عن موقع دون بالون الاسباني ان ليفربول وافق على انضمام محمد صلاح لريال مدريد الصيف اللي جاي مقابل 175 مليون استرليني، يعني حوالي 200 مليون يورو مع لاعب اضافي. وكمان التقرير قال ان بيريز عنده رغبة ان هو يضم محمد صلاح ونيمار كمان جنب كريستيانو رونالدو في هجوم ريال مدريد خلال الموسم اللي جاي، عشان كده وفقا لكلام الصحيفة هتكون مباراة برايتون اللي جاية لليفربول هي الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي أو في البريمير ليج بقميص ليفربول. كمان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد علق على إمكانية ترشيح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، وقال أنا ما أعرفش إذا كان محمد صلاح هيفوز بالكرة الذهبية ولا لأ، اللي أقدر أقوله إن محمد صلاح لاعب كويس جدا ولعب موسم رائع مع ليفربول. وكمان قال زيدان
ان كل لعيبه الفريق هيكونوا جاهزين لمواجهه ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج، بما فيهم طبعا كريستيانو رونالدو واللي رجع بالفعل للتدريبات. كمان صحيفه سبورت الاسبانيه نشرت تقرير عن اسباب تراجع مستوى ليفربول، وقالت في تقريرها ان تراجع ليفربول بيرجع لانخفاض برضو مستوى محمد صلاح في الفتره الاخيره، وده بعد ما فشل ليفربول في ان هو يفوز في الثلاث مباريات الاخيره وما سجلش محمد صلاح اي هدف خلال الثلاث مباريات، بعد طبعا ما كان سجل في 8 مباريات متتاليه مع فريقه الانجليزي ليفربول. برضو من الهاشتاجز بقى اللي انتشرت على تويتر بما اننا بنتكلم عن نجومنا المحترفين، هاشتاج تريزيجيه، وده بعد طبعا التالق الكبير جدا اللي بيقدمه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي في الفتره الاخيره، خصوصا في مباراه الفريق ضد ترابزونسبور واللي سجل خلالها تريزيجيه هدفين وصنع 3 اهداف في مباراه انتهت بنتيجه 5-2. تريزيجيه بيقدم موسم كويس جدا، موسم رائع مع قاسم باشا، وقدر ان هو يسجل 16 هدف ويصنع 8 اهداف خلال 32 مباراه لعبها مع الفريق التركي، وده اللي خلاه واحد من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي. طبعا الجمهور على السوشيال ميديا توقعوا ظهور تريزيجيه بمستوى رائع في كأس العالم، وده اللي ممكن طبعا ينقله في مكان أفضل ليه مستقبلا من الدوري التركي. تعالوا نشوف معاكم الجمهور على السوشيال ميديا تفاعل ازاي مع تألق تريزيجيه. هنبتدي مع كابتن محسن صلاح المدير الفني السابق، عفوا كابتن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، اللي قال تريزيجيه موهبه في غير مكانها، لابد من انتقاله للدوري الانجليزي او الايطالي او الاسباني حتى يثبت جدارته ويظهر او تظهر امكانياته. كمان غمري كتب انا شفت جون تريزيجيه بتاع 9 مرات ولسه ما شبعتش، كل ما بيعدي قصادي اتفرج. كمان احمد الحنفي قال تريزيجيه بيعمل حاجه عظيمه في الدوري التركي، امكانياته في مكان تاني خالص والله، ومتاكد ان هو هيبقى كاس العالم نقله تانيه بالنسبه له. ومصطفى كمان قال والله الواحد صعبان علينا، تريزيجيه سمى نفسه تريزيجيه وهو اجمد من تريزيجيه الاصلي بكتير اساسا. وكمان امجد كتب قصه تريزيجيه في بدايه مشواره الكروي لا تقل عظم عن قصه محمد صلاح، لاعب موهوب وبرغم الظروف اللي واجهها الا انه بيثبت ان هو هيكون واحد من افضل اللعيبه في تاريخ مصر لو كمل على المستوى ده وانتقل لنادي يستحق امكانياته ويطوره. رجعنا مره تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في تايم اوت، وبنوصل معاكم لفقره اخبارنا النهارده، وهنبتدي باخبار النادي الاهلي. طبعا عماد متعب هو اللي كان متصدر الاحداث في الساعات الاخيره بعد ما اعلن نادي مصر المقاصه على موقع الرسمي ان هو انضم خلاص عماد متعب، وبعديها بشويه تراجع وشال الخبر. لكن وفقا لاخر الاخبار بخصوص طبعا عماد متعب اللي انتهى عقده خلاص مع النادي الاهلي في نهايه الموسم الحالي، اتوصل الاتفاق مع مسؤولين مصر المقاصه ان هو هينضم للفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه لمده موسم واحد، لكن مش هيتم حسم الصفقه لحد ما يتم برضو دراسه اكتر من عرض تاني، منهم عرض من نادي من الأندية الكويتية. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر أن هو اللي هيتولى بنفسه ملف المفاوضات مع الصفقات الجديدة اللي بيرغب النادي الأهلي أن هو يتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. الخطيب شايف أن النادي الأهلي فشل في حسم بعض الصفقات خلال انتقالات يناير اللي فاتت، عشان كده قرر أن هو يبدأ بنفسه في التفاوض مع العناصر المرشحة للانضمام للنادي الأهلي. كمان النادي الأهلي استقر على إعارة محمود الجزار مدافع الفريق اللي انضم للنادي الأهلي خلال انتقالات يناير الأخيرة من نادي كهرباء الإسماعيلية. الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري شايف أن اللاعب عنده إمكانيات كويسة جدا، لكن لسه ناقصه الخبرة واللي أكيد هيكتسبها من خلال إعارته لنادي من أندية الدوري الممتاز. كمان النادي الأهلي بيسعى أن هو يضغط على مسؤولين أنبي عشان يضموا محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، لكن مسؤولين أنبي رفضوا أن هم يفرطوا في اللاعب أقل من مبلغ بيع صلاح محسن لنادي الأهلي واللي كان قيمته 35 مليون جنيه. النادي الأهلي أكد أنه صعب جدا أن هو يوافق على شراء اللاعب بالقيمة دي، وعرض النادي الأهلي 15 مليون جنيه عشان يضموا اللاعب، والمفاوضات لغاية دلوقتي لسه مستمرة ما بين الطرفين. بمناسبة الصفقات النادي الأهلي نجح فيها، النادي الأهلي نجح ان هو يستعير يوسف الجبالي صانع العاب نادي الشمس لمده موسم بنيه الشراء، وفي حاله استقرار النادي الأهلي ان هو يشتري اللاعب بعد نهايه اعارته فهيتم سداد مبلغ مليون جنيه، بالاضافه لان نادي الشمس هيحصل على نسبه 20% في حاله بيع اللاعب لاي نادي تاني.
نروح لأخبار نادي الزمالك ومحمود شيكابالا رجع مصر بعد ما انتهت عارضه أو انتهى عقده مع الرائد السعودي. شيكابالا مستني دلوقتي ان هو يحدد مصيره مع نادي الزمالك وبيحاول ان هو ينسق مع مجلس إدارة نادي الزمالك ان هم يناقشوا العروض السعودية اللي جات له، خصوصا طبعا ان هو عنده رغبة انه يكمل مشواره الاحترافي في الدوري السعودي. كمان زي ما انتم عارفين إدارة الزمالك أعلنت أنها متمسكة ببقاء خالد جلال في منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلال الموسم القادم، وصرفوا النظر خلاص عن التعاقد مع السويسري جراس. إدارة نادي الزمالك أكدت أن خالد جلال هيتولى تدريب نادي الزمالك بعد ما نجح أن هو يعيد الفريق مرة تانية لمستواه الطبيعي، وأكدت كمان أن تفعيل التعاقد مع جراس فهيكون في حالة واحدة بس، وهي اعتذار خالد جلال عن الاستمرار في منصبه في الموسم القادم. لسه مكملين مع نادي الزمالك، وخالد جلال المدير الفني الحالي لنادي الزمالك وسط مجلس إدارة نادي الزمالك ان هم ما يفرطوش في مدافعين الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، لان نادي الزمالك بيعاني من نقص عددي في مركز قلب الدفاع، وشايف ان مدافعين نادي الزمالك الموجودين دلوقتي مع الفريق من افضل المدافعين في الدوري الممتاز، وهيكون خسارة لنادي الزمالك ان هم يفرطوا فيهم. وبينضم لنا عبر الهاتف الاستاذ إيهاب الفولي نائب رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اهلا بك يا شيما واهلا بكل مشاهدي دي ام سيريز. الله يخليك، منورنا طبعا. وفي البدايه كده عايزين نعرف راي حضرتك، شايف الافضل لنادي الزمالك ان كابتن خالد جلال يستمر كمدير فني لنادي الزمالك في الموسم القادم، ولا الافضل ان يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي هو جراس السويسري؟ لا، انا وجهه نظري ان خالد جلال ياخد فرصته ويكمل مع نادي الزمالك. لان خالد جلال في الفتره اللي مسك فيها نادي الزمالك احترم نفسه فاحترمناه كلنا. خالد جلال عمل حاجه اول مره نشوفها في نادي الزمالك. لو حضرتك تتابع الماتشات الاخيره لنادي الزمالك بغض النظر بقى على ان هو كسب الاهلي في حاجه ما حصلتش في الدوري من 11 سنه صحيح، او ان هو قاب قوسين او ادنى بهاجم النادي الاهلي بلعبه في اول ماتش من لمسه واحده من 18، مش عادق بقى الاهلي، عنده مؤمن زكريا، عنده اجايه، عنده عبد الله السعيد، عنده. فكانت النتيجه في بدايته كانت بدايه غير موفقه على الاطلاق، وترتب عليها نتائج سلبيه مع ايهاب جلال. بالعكس، خالد جلال امن في كل مبارياته، سواء بيلعب الاهلي، بيلعب سموحه، بيلعب اي فرقه في الدوري تلاقيه بيلعب بثلاثه ديفندر، بيلعب يعني يعني بالقوام الاساسي للفرقه، ما بيتفزلكش، ما بيجرش، واقعي اكتر، واقعي ومحترم نفسه ومحترم فرقته. فعشان كده بدات تبان لك نتائج خالد جلال الطيبه، وبدا يبقى الاثر كويس. فانا شايف ان يعني الدوري المصري كله مش حمل مدير فني اجنبي يجي، لا، كل الفرق في الدوري بدايه من الاهلي، من الزمالك، اسماعيلي، مصري، يعني احنا مش محتاجين مدير فني اجنبي يجي ببورنيطة، او مش هيعمل يعني مش هيجيب التايه. فالراجل ماشي كويس وقدم السبت، فانا اعتقد ان هو من حقه ياخد الحد والاثنين والثلاث والاربعه ويكمل مع نادي الزمالك. من وجهه نظر حضرتك فرص مين اكبر، سموحه ولا نادي الزمالك في نهائي كاس مصر ان شاء الله يوم الثلاث القادم؟ هو بالمنطق وبالعقل وبالورقه والقلم طبعا فرص الزمالك اكبر من فرص سموحه بكتير. الخبرات الجماهيريه، يعني التعامل في مباراه الكؤوس، التاريخ، كل ده بيصب في مصلحه الزمالك. ولكن علمتنا ماتشات الكؤوس ان مفيش كبير للماتشات ديت، يعني ممكن تلاقي الزمالك يتوج باللقب، وممكن تلاقي السموحة عمل مفاجأة. لكن لما نيجي نتكلم على نسب، أنا من وجهة نظري فرصة الزمالك 85% مقابل 15% لنادي سموحة. طيب رأيك إيه في طلب المهندس فرج عامر بأن هم محتاجين أو عايزين حكام أجانب يديروا اللقاء، رأيك إيه؟ حقه طبعا أن هو يطالب بإسناد المباراة لحكام أجانب. المباراة لو طرفها النادي الأهلي ونادي الزمالك طبيعي جدا كانت هيبقى في طائم تحكيم اجنبي للمباراه. فاعتقد ان ده ان الراجل بيطالب بكامل حقه، وانا بطالب اتحاد الكوره بضم صوتي يعني لصوت المهندس فرج عامر، قول لهم يعني اعفوا نفسكم من الحرج واسندوا المباراه لطائم تحكيم اجنبي تضمنوا بيه العداله التحكيم، وتضمنوا بيه
ما حدش يلوم الحكم وما تتبحش صحيح الحكم. خصوصا طبعا لو اللقاء ده اتعمل بجمهور ودخل اعداد كبيره من الجمهور شالوا الخبر ده ولسه مش عارفين هل عماد متعب مع مصر المقاصه ولا لسه بيشوف العروض اللي متقدمه له. وسمعنا كمان ان عنده عرض من نادي في الدوري الكويتي. من وجهه نظرك الافضل لعماد متعب ان هو ينهي مسيرته في نادي زي مصر المقاصه او اي نادي في مصر دلوقتي ولا يطلع بره مثلا دوري سعودي يكمل في تاني دوري كويتي، انهي الافضل ليه؟ هو لو عماد متعب جاي له عروض خارجيه سواء احتراف خليجي او احتراف اوروبي اعتقد هو مش هيتردد لحظه. ووجهه نظري ان هو بيفاضل ما بين بعض العروض الخليجيه وبعض العروض الداخليه، لكن انا وجهه نظري لو جاي له عرض خارجي لا يبقى العرض الخارجي افضل، خصوصا ان هي العمليه عمليه ماديه يعني بحته. انت بتدور دلوقتي، انت مش هتعمل اسم عماد متعب اسم وقيمه وقامه في صحيح. بس بصي هقول لحضرتك على حاجه، اللي حصل ده حاجه غير طبيعيه. لما نيجي نتكلم على النادي الاهلي عنده ارتباط رسمي مع فريق كامبالا سيتي وتيجي تعمل مباراه اعتزال وتاخد كل الفرقه وتروح عشان تلعب مباراه وديه، حتى لو انت مش هتلاعب المجموعه الاساسيه اللي هتشارك في مباراه حسام غالي، مباراه حسام غالي دي مباراه تكريم صحيح، مباراه مهرجان هيبقى في الحاله فكه جوه المعسكر، ما فيش معسكر بتعمله للفرقه صحيح صحيح. حسام غالي بيغادر الملاعب فهي يعني عنده مشاعر انسانيه وده انسان هيبقى متاثر جدا بتركه الملاعب، فاكيد يعني أكيد. المشاعر ديت اللي هيبوسه واللي هيطبطب عليه واللي هيعيط جنبه، فده ما كانش مجال دلوقتي ان انت تلعب المباراه ديت، خصوصا ان انت عندك الوقت بعد مباراه الترجي او بعد مباراه المصري. الدوري هيتوقف لفترات، يعني طبعا النادي الاهلي اخطا خطا جسيم ان انت تلعب مباراه وديه في الامارات، يعني انت كمان تاخد الفرق تسفرها تركبها طياره تنزلها الامارات وتطلع بيها من الامارات في طياره ثانيه على اوغندا، مشقة السفر صحيح. غير بقى ان انت خدت الفرقه في معسكر طويل، يعني انت بعدت اللعيبه عن اسرها، يعني كان طول الوقت النادي الاهلي بيرفض فكره المعسكرات الطويله عشان ما يتسربش الملل لنفوس اللعيبه او نفوس الجهاز الفني، فانت واخد الفرقه في معسكر طويل صحيح. انت كان عليك ايه بكل ده؟ انت ما انت كنت استنيت حسام غالي اصلا لاعب عندك المفروض عقده معاك يخلص بعد مباراه المصري، ده كان يلعب مباراه المصري ويطلع يروح يلعب الماتش الاعتزال بتاعه في خلال فتره توقف الدوري. حد هيقول لك طيب اصل ارتباط او ظروف الفريق اياكس اللي هيلاعب حسام غالي، طب انت عامل حساب فريق اياكس ومش عامل حساب النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي فوق اي حد، طالما بنتكلم على مصلحه نادي مصري قدام اي نادي اجنبي لا كنت لازم يعني تتكلم على ان النادي الاهلي هو الذي يبقى، مش مصلحه مباراه اعتزال او مهرجان تكريم. اما نيجي نبص على النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه، خارج من بطوله كاس مصر، عامل يعني مش هتكلم عن النتيجه السلبيه قدام الزمالك لان الاهلي حسم الدوري، فاي نتيجه ثانيه خلاص هي مش هتضيف او هتقلل، لكن انت دخلت خرجت من بطوله كاس مصر فالناس دلوقتي متعطشة للفوز باللقب الافريقي، فانت المفروض بتركز في مباراة امبارح. هل كابتن حسام غالي هياخد مثلا مجموعة يكلمها عن ماتش كامبالا والمجموعة اللي مش هتلعب هيكلمها عن ماتش الودي؟ لا طبعا، علامة استفهام كبيرة جدا جدا صحيح. جدا في النادي الاهلي في التوقيت ده. طيب خليني اسالك، هل هيبقى موقف كابتن حسام غالي كابتن حسام البدري عفوا والجهاز الفني للنادي الاهلي يكون موقف صعب في حاله ان هم لا قدر الله خسروا مباراه او قدموا نتيجه سلبيه في مباراه كامبالا سيتي القادمه؟ بصي هقول لك على حاجه، اللي بيتعرض له الكابتن حسام البدري ده ظلم شديد جدا جدا جدا. وحاله ان الناس تختزل ما يحدث للاهلي الان في حسام البدري فده يعني انا شايفه ظلم على الكابتن حسام البدري، لان لما نيجي نسترجع الفتره اللي فاتت حسام البدري هو بطل الدوري المصري صحيح طبعا كبير، لكن لما اجي اشوف ايه اللي حصل مع حسام البدري، حسام البدري ما تحملش المسؤوليه وحده، يتحمل مسؤوليه ما حدث للنادي الاهلي وما قال اليه النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره ثلاث ماتشات اللي فاتوا
لجنة الكورة، لا هي اما نيجي نتكلم على الماتشات بنتكلم على ماتش الاسيوطي امام كاس مصر، كاس خرج خسرت بطولة ماتش الترجي في مصر، وده بيصعب فرص التعادل يعني احنا ومباراة القمة ثلاث ماتشات ومباراة الزمالك. اما نيجي نتكلم على الاسباب اللي وضعت النادي الاهلي في المأزق دوت او اللي خلت النادي، هو قيام الكابتن الخطيب رئيس لجنة الكورة تفريغ النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي من عناصر اساسيه. لما نيجي نتكلم ونقول الناس كلها بتتكلم وتقول لك الاهلي ما يوقفش على حد، ما يوقفش على لاعب، النادي الاهلي ممكن ما يوقفش على عبد الله السعيد، لكن لما النادي الاهلي يبقى غايب عنه مؤمن زكريا للاعاره، بعد كده يغيب عنه عبد الله السعيد للايقاف او التجميد او الاعاره، بعد كده علي معلول اتصاب، طيب البركه في حسين السيد، لا ما هو معار هو كمان، تلعب بالباك الثالث اللي هو صبر رحيل، اللي الماتشات لو متسجله، ماتشات الدوري دي لو بتتذاع متسجله وفيها رقيب، كل الكور اللي بيلعبها صبر رحيل اول ما تجيله الكوره الرقيب هيقص عشان النشئ بتاعنا ما يشوفش صبر رحيل وهو بيتعامل بالكوره في مركز الباك الشمال. فلما تيجي تبص تلاقي مشيت عمرو بركات، مشيت احمد الشيخ، البدائل جونيور اغاييه اللي موجود في النادي الاهلي اللي ممكن اي حد فيهم كان يحل، طب انت عندك اتصاب اغاييه، النادي الاهلي استغنى عن عدد كبير من لعيبته في فتره الانتقالات الشتويه اللي فاتت، وفي المقابل دعم بمجموعه ما شفناش منهم ولا واحد لحد دلوقتي، اللي اسمه فوكس واللي اسمه الجزار واللي اسمه محمد فخري واللي اسمه اسمه اسمه, اسمه. طب فين اللعيبه ديت؟ احنا سمعنا اسامي وشفنا تعاقدات، بعد كده قال لك اصل الناس دي هتتأيد ناشئين، اصل الناس دي صغيره، طب ما انت عندك ارتباط كاس مصر وعندك ارتباط بطولة افريقيا، انت ما عملتش حساب الزمن ليه؟ ما عملت يا اما تحتفظ بلاعيبتك يا اما كنت تجيب لعيبه تدعم الفرقه في البطوله ديت. فيبقى اما نيجي نحمل لجنه الكوره جزء كبير ونحمل الكابتن حسام البدري جزء صغير على سلبيته وعلى يعني عدم اتخاذه موقف قوي ضد القرارات ديت، وان هو يعلن رفضه وعدم اكتفاءه بدور المتفرج، لان حسام البدري في النهايه ما هوش مساعد مدرب ولا هو، لا ده حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، فالكل يتحمل ما اليه الحال في النادي الاهلي وليس حسام البدري. فلو في حق لو انت عايز تغير ما تجيش بقى بعد مثلا لا قدر الله نتيجه سلبيه وتيجي تقول لي ده انا همشي حسام البدري، لا حسام البدري عمل نتائج وحسام البدري كان مدرب كويس، وحسام البدري لو سبت له فرقته كان كل اي فريق فرمه، لكن انت فرغته تعملت عندك طالب وديته يمتحن امتحان الهندسه وانت مشحت البرجل والمنقله بتوعه لنجارتك والقلم الرصاص بتاعه قصفته له وعايزه يعمل لك، اما لازم يسقط ما تجيش النهارده تقول له انت تعالى انت سقطت ليه؟ انت اللي سقطته. فده الوضع الطبيعي في النادي الاهلي، واي وصف غير كده يبقى فيه ظلم. شكرا ليك استاذ ايهاب الفولي نائب رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم، قعدنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في تايم اوت، خليكم معانا. وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا الاخيره، فقره عرض اجاباتكم ورسائلكم على سؤال حلقتنا النهارده. سؤالنا النهارده كان بيقول هل تؤيد استمرار خالد جلال كمدير فني نادي الزمالك في الموسم القادم والتراجع عن التعاقد مع جروس؟ هنبتدي اجاباتكم مع الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه دي ام سي سبورتس تي في على الفيسبوك. هنبتدي مع احمد عزت اللي بيقول مدرب عظيم اثبت كفاءته، بس هيبقى مصيره زي مؤمن سليمان اقرب مدرب حصل معاه نفس الموقف، ربنا الموفق. ايمن المصري بيقول بالتاكيد ايوه موافق، لانه مدرب خططي كبير قوي وكوتش بيتغير ويبقى الملعب اثناء المباراه صح وبيقرا الملعب اثناء المباراة صح. مصطفى محمود قال مساء الخير يا شيما، وأيد استمراره لأن الراجل جه في وقت صعب وحقق نتائج ممتازة. أحمد حفني بيقول أؤيد بشدة لأنه فاز على الأهلي والإسماعيلي في وقت ضيق، ولعيبة الزمالك بقت فرقة منسجمة، كابتن خالد جلال ماشي مع الزمالك بشكل جيد فلا داعي لتغيير المدرب. حمادة حسين بيقول خالد جلال مدرب محترم على الزمالك، مدرب محترم على الزمالك، الحفاظ عليه مهما كانت النتائج حتى لو خرج الزمالك من كاس مصر، ما اظنش ان الزمالك يخرج من كاس مصر. احمد نادي بيقول طبعا اؤيد راجل السلام، لعيبه كانوا كنا بنقول عليها موظفين في وقت قياسي قدر يخليهم رجاله وفاز على الاهلي والاسماعيلي اللي هزمونا في الدوري، واخيرا لقينا الروح في الفريق لاخر دقيقه.
طيب سريعا كده نروح لهاشتاج البرنامج شجع مع شيماء على تويتر، وهنبتدي مع ميزو. ميزو بيقول انا من رأيي خالد جلال يفضل في نادي الزمالك. ابو يوسف بيقول الزمالك وصل لكاس مصر، من رأيي خالد جلال يستحق الاستمرار. احمد عمرو بيقول رأي خالد جلال يصلح لتدريب نادي الزمالك لانه خلى للفريق روح. عبد الرحمن بيقول مع اني اهلاوي بس كابتن خالد جلال حول نادي الزمالك من فرقه منهاره لفريق كبير، وافضل افضل قرار استمراره وتوفير حتى العمله الصعبه. طيب دي كانت بعض الاجابات اللي جات لنا النهارده على هاشتاج البرنامج شجع مع شيماء على تويتر. بشكركم جدا جدا على التواصل معانا يوميا. اشوفكم ان شاء الله في تايم اوت الساعه 12 بعد منتصف الليل. تصبحوا على الف خير.